بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. رسالة تكتبها لصاحب الزمان سلام الله عليه، وتوضع هذه الرسالة في مراقد أهل البيت عليهم السلام أو في مقاماتهم، وهي رسالة قصيرة جدا، عبارة عن عدة أسطر، ولكن السيد إبراهيم الزنجاني قدست روحه الزكية يقول بأن لها أثر كبير ومفعول عجيب وغريب في قضاء الحوائج من قبل صاحب الزمان سلام الله عليه. إذا أنت كتبت هذه الرسالة جعلت من صاحب الزمان سلام الله عليه سفيرا إلى الله عز وجل لقضاء حاجتك، وهذه الرسالة مجربة جدا جدا. إما أن تضعها في مراقد أهل البيت أو في المقامات الموجودة لذريتهم عندك، وكذلك في الأنهار أو البحار، أو أنك تضعها في بئر أو في غدير، وإذا لم تستطع ذلك كله فضعها في مصلاك أو في قرآن كريم، وإذا ما سنحت لك الفرصة فضعها واطرحها في نهر أو بئر أو بحر أو في مقام أو مرقد. الرسالة هي تكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، توسلت إليك يا أبا القاسم محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين، النبأ العظيم والصراط المستقيم وعصمة اللاجئين، بأمك سيدة نساء العالمين، وبآبائك الطاهرين، والقرآن الحكيم، والجبروت العظيم، وحقيقة الإيمان، ونور النور، وكتاب مسطور، أن تكون سفيري إلى الله تعالى في الحاجة لفلان ابن فلان. وتكتب بدل فلان ابن فلان تكتب اسمك واسم أبيك، وأنت تكتبين اسمك واسم أبيك، مثلا في الحاجة لعلي بن محمود، أو في الحاجة لعلياء بنت محمود، والحاجة في الحاجة، ثم بعد ذلك تكتب حاجتك. يقول السيد إبراهيم الزنجاني: هذه من المجربات جدا في قضاء الحوائج من قبل صاحب الزمان سلام الله عليه. رسالة قصيرة جدا، ولكنك تجعل من خلالها صاحب الزمان سلام الله عليه سفيرا إلى الله تعالى في قضاء حاجتك. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.